وسط أجواء المحبة والأخوة والفرح والمربعة البغدادية، يحيي شباب سامراء وشيابهم لياليهم بلعبتي المحبسي والصينية، واللتان تعدان من أهم الألعاب التي تمارس في شهر رمضان المبارك. وتتخلل هذه الأوقات توزيع الحلوى وشرب العصائر والشاي بنكهة عراقية أصيلة. طبعا لعبة المحبس وسامرة لعبة شعبية متعارف عليها من قبل، يعني الكبار قبل لعبة الحبس كانوا يلعبوها في خلينا نقول الدواوين، هسه لعبة شبابية تلعب على مستوى القاعات، مستوى الساحات الكبيرة. تعد هاتان اللعبتان من أهم الموروث الشعبي الذي توارثته الأجيال، ويقص لنا قدماء اللاعبين عن أهم مشاركاتهم في كركوك والأعظمية والكاظمية والفضل بلعبة المحبس، كما أن لعبة الصينية تعود أصولها للأكراد في شمالنا الحبيب. طبعا لعبة المحبس قبل مو مثل هسه، قبل يعني كانت الأمور يعني تدري الوضع الأمني كان جيد جدا، فالناس تروح نقدر نروح التكريت نروح البغداد. احنا لعبنا بال 2011 لعبنا بطولة بالعراقية، أخذنا الثاني على العراق، بس الفضل فاز علينا. أصل هاي اللعبة كردية من زمان، يعني احنا وبهاتنا وبهات بهاتنا من وعينا للدنيا هي هاي، احنا وبهاتنا هاي الصينية، كل سنة برمضان نعيدها. لعبنا بكركوك، لعبنا بتكريت، ولعبنا ببغداد بالعظمية، لعبنا بالكاظمية، رحنا كثير سنين طويلة رحنا لعبنا، بس هاي تتكون بس من بغداد وجاي، بالمناطق الجنوبية ما يلعبوها. مع هذه الأمسيات الرمضانية الجميلة، قدم أهالي سامراء شكرهم للقوات الأمنية التي سهرت من أجل أمن المدينة، وطالبوا برفع حظر التجوال الذي قيدهم كثيرا. وضع الأمن الحمد لله، احنا مدينتنا زين يعني بجهود الناس الطيبين سرايا السلام والشرطة الاتحادية والمحلية، الحمد لله وضعنا زين، بس لو شوية يتكرمون علينا وفد ساعتين يقدمونا يعني لثنتين بالليل نظل شوية نتعلل ونتونس. فنتمنى من القوات الأمنية والقوات المساندة لها أن تفسح المجال للمواطنين راجلة وسيارات، يعني يمتد أكثر من الساعة 12 ليلا حتى يكون هناك فسحة للتسوق والتبضع. لقناة سامراء، مصطفى السامرائي، سامراء.